ما جا لا امير لا شاف دايره لا حتى واحد طلع علينا. حنا رانا مغبنا يا مدير التجاره راك جديد سيدي الوالي ميدير بيك هذا التجار والله لا محقر والله لا راهم محقره والله اللي يجي يحقرنا مدير التجاره حنايا كي راك تجي وتزيدنا في السلعه بطاطا مسكين مخلصها ب 9000 تقولوا بيعها ب 7000 يا سيدي تيلي مسكين خليها 20 مليون ها وين يبكي والله اللي 20 مليون من خليها انا سلعتي انا بصار تجيب 60 مليون والله لا راهي قاعده بالكاميرا روح صورها روح صورها روح صورها ما بغاوش يدوا التجار لقى الشراء قال لك حنا ما ندوش سلعه بلا بطاطا لازم لنا البطاطا والسوق راه خاوي حنا ديروا لنا حل حنا ديروا لنا حل ماذا بكم ديروا لنا حل عندنا مشتريه تديروا ضرب في بلا طوماطيش بصله بلا الاولى يروح للبطاطا المشتري الاول يروح البطاطا اعطيني البطاطا بطاطا ني شي شي مشكله كانت ماشيه مشكله هما داروا ومشي هنا في مصغالي انا البارح البارح 8000 9000 حتى 97 تبعت سلعه فور كاينه تبعت 97 قال لك بيعها ب 7000 لا ما قشرها ب 7000 حنا عندنا هنا 6000 بيعها 6 وبرا 7 هنا ما كاينش اللي يربدها شكون يربدها صاي الناس هي خايفه صاي خلينا سمحنا فيها راه جبنا السلعه صحاب الخلاط راهم قاعدين مساكين يعانوا ورانا نتفرجوا مخرجين دراهم كريدي ما نهضروش وهنا التجار يقول ما تجيبش البطاطا حنا ما نبيعوا لا بطاطا لا زروديه لا بيطراف لا لفت وين بغيت تبيع وين بغيت تبيع ما عندكش وين تبيع ما عندك وين تبيعها ما تديهاش بلا بطاطا في اللعبه راه يعاني هنا التاجر يعاني السوق هنا تاع الجمله انا نعانوا فيه خدامه يعانوا مساكين مشي التاجر راه مغاليه برا راه قليله بطاطا برا ما كاينش كمل التعويض شوف وتاع مصالي مازال ما بداش راه عندك شتنقار برا راه قليله البطاطا ما كاينش طوناج ما كاين 48 ولايه تصب غير في مصغالي بالسيف تغلى البطاطا طبقنا لكن البصل هنا كنا نبيعوا الرشيقه يلحق حتى الابراك في ولايه تيارت هي البرومي في البصل يلحق الابراك كي يكمل البصل يدخلوه في ريكوات كاع يكمل يطلع الروحو علاه يطلع الروحو ما كاينش كاين اللي قاصه البصل السنة عاونوه بني هذا اللي قاصه البصل بني عاونوه ماشي حيه كي تطلع نجو نجرو ليها وفروا للفلاح وفروا له كل شيء واللي باطل وغلي اللي ياكل والسلام عليكم. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.